نتحدى اي واحد فيكم يا الاساطير يكون عنده نفس السكن الاسطوري اللي عندي في حسابي. اهلا دراري دريات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غبرت ولكن رجعت لكم فيديو جديد، واليوم غادي نديروا استعراض حسابي الاسطوري معاكم. وخليوا لي في لي كومونتير واش الحساب قوي ولا خاصني نشوف حساب اقوى منه ان شاء الله. ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب باش نوصلوا ل 100000 اقرب وقت، ويلا ندوزوا نشوفوا الكونت شنو فيه. سو غادي نبدا معاكم باول سكين اللي هو هذا. احسن سكين عجبني صراحه، وهو السكين اللي انا غادي نتعرف به من هنا لقدام الا شفتو الا لقيتوني في شي جيم شي حد لابس هاد اللبسه هادي بالضبط، وهاد الباك باك هادي بالضبط عرفوها باللي البارونه، وحطها في الستوري وطاقوني في انستغرام ان شاء الله باذن الله. نخلي لكم انستغرام هنا، دخلوا ديروا فولو ما تنساوش. غادي نبداو معاكم باللبسات ديال البنات، ابخي ندوزو للباسي ديال الدراري. اول حاجه عندنا الشعورات كيف ما كتشوفوا، عندنا الاشكال والانواع وداكشي كله. كاين هذا، كاين هذا اللي كيعجب البنات بزاف، هذا الشعر هذا، كاين هذا، كاين هذا، انا بيرسونيل ما كيعجبني حتى هذا، هذا زوين بزاف. كاين هذا، هذا زوين حتى هو. خليو لي في لي كومونتير اي سكين بان لكم سكين نادر وقديم وما كاينش عند بزاف ديال الناس، خليو لي غير السميه ديال السكين وانا غادي ندخل نتشيكي كاع لي كومونتير من بعد ان شاء الله. اوكي، بالنسبه لي ماسك صراحه ما نكذبش عليكم، انا من النوع اللي ما كيتسوقش لي ماسك الوغ كو ما كيهمونيش، مي جو بونس كو عندي شي عندي دي ماسك اللي بنادم كيقلب عليهم. بالنسبه لهادو كاملين كتعجبني هاد العين هادي المشتعله فريمون كتعجبني، وهادو اللي كاينين ديال بالنسبه للسكينه ديال الدراري غادي نساليهم البنات، وداك الساعات غادي نقلب لكم باش تشوفوا السكينه ديال الدراري حتى هما. فوالا كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه هادي، هادو بعدا اللي وريتكم دابا معشوقين البنات، البنات كلهم كيحماقوا على هاد السكينات هادو. كاينه هادي ديال الباطل باسات، كاينه هادي فريمون حتى هي واعره كتعجبني، كاينه هادي، كاينه هادي حتى هي من السكينات اللي تيعجبوني، كاينه حتى هادي، كاينه هادي، كاينه هادي حتى هي زوينه. فوالا فيه سكينات زوينين صراحه. يلا كنكتشفت عارف السكينات اللي عندي في الكونت ديالي باي ذا واي باش تعرفوا، ماشي من النوع اللي فيه التبقشيش وبقى نقلب ونديطاي داكشي كله. هي هذيك راه فراسي بون، هادشي اللي كاين. ندوزو لي بونطالون، كاينين عندنا هادو، كاين هذا بعدا، كاين هذا ديالو حتى هو. فوالا هاد لا جوب هادي عند بزاف ديال الناس، هي باطل باس قديم كلشي كيحماق عليها تقريبا البنات وكذا. هاد السروال انا بيرسونيل مون كيعجبني واخا ما عرفتش علاش، دونك فوالا. بالنسبه للصبابط وداكشي كيف ما كتشوفوا داكشي قدامكم ما كيهمنيش بزاف، ولكن كتعجبني هادي ديال يونيكورن. زيد عليها هادي، هادو هما الفيفورتس، ضيف عليهم هادي، هادو كيعجبوني هي وهاديك اللي كنت لابسه الفوق. اوكي اجي نقلب لكم الكاركتر ديال الدري باش نشوفوا اللبسات اللي عندي ديال الدراري. ابخي داك الساعات نرجعوا نشوفوا داكشي الاخر. ولكن هاد اللبسه كامله. بالنسبه للشعورات الالوان والاشكال والانواع ما كاين ما، ولكن اصلا هاد الكونت عندي فيه، تخيلوا معايا عندي فيه السكينات ديال الدراري اكثر من السكينات ديال البنات اصلا. سو فوالا شوفوا، فوالا هادشي ديال الدريات. بالنسبه لي ماسك كيف ما كتشوفوا قدامكم، كاين هادي ديال وايت، لبسه ديال وايت كامله. ها باش ما تمشيوش غالطين، المهم بانت لكم شي حاجه نادره وما عندش بنادم بزاف وكذا وكذا، داك الساعه تقولوها لي كتبوا لي في لي كومونتير نعول عليكم. فوالا بالنسبه للبسات كاين هادو، هادي صراحه واعره ما عرفتش علاش اغلبيه ديال الدراري كيعجبهم هاد اللبسات هكا. ميمو شوف شوف شوف، كاين هاد الشيء بالالوان والاشكال وداك الشيء، شوفوا كاينه هادي، كاينه هادي، هادي تاهي زوينه كتعجبني. شوف يلا كنكتشف معكم حتى انا الكونت، هادي زوينه حتى هي، هادي ما عرفتش كاينه حتى هادي. ندوزو للسراول، كاينين هادو. المهم انا راه ذوقي ممكن يجيكم في شي شكل ولا شي حاجه بحال هكا، مي بون مي بون، الاذواق تختلف كيف ما كيقول المثل. شوفوا بالنسبه للسباط غير وداكشي، كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه هادي وهادي، هادو اللي كيعجبوني. نو ما بيهاش، ما بيهاش. دابا غادي ندوزو للرقصات، قبل ما ندوزو للرقصات اسمحوا لي باش نرجع السميتو ديالي الكاركتر ديالي بعدا، وغادي ندخلو غادي نغدو لها اللبسه ديالها اللي عجباني. ما شاء الله 52 رقصه، كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه هادي اللي عند كلشي، كاينه هاد الرقصه ديال الديو. اوكي كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه هادي، هادي هادي زوينه،
كاين عادي ما عجبوش ديروا ليا فولو وسبسكرايب وداكشي وغنبقى نبكي عليكم. ديروا سبسكرايب الى وصلتوا حتى لهاد القطعه هادي، ما تنساوش ديروا لايك كومونتير سبسكرايب باش نوصلوا ل 100000 اقرب وقت. كمل لكم كاينه هادي ديال اكس ام ويت، كاينه هادي ما عرفتش علاش فري فاير اخترعت هاد الرقصه هادي، ولكن ورافر المهم ديروا راسكم واش تشوارو. كاينه هادي حتى هي كتعجبني انا، اي حاجه فيها العافيه كتعجبني. كاينه هادي كندوزو لدوك الرقصات ديال الدخول ديال اللوبي، هادي بعدا الفيفوريت وان. لا ماشي هادي، كاين عندي هادي لامبورغيني دريفت، عندي هذا هو الفيفوريت ديالي انا، هو اللي كيعجبني، وعندي هذا كان غنخليوها على هذا حيت هو اللي كيعجبني. اوكي غادي ندوزو لهادو، فوالا غادي ندوزو دابا للباك باكس. اوكي شوفوا ركزوا معايا شنو عندي، فوا انا هبط لكم غير بشويه، بانت لكم شي وحده رير وما عندش بنادم خليو لي سميت وندخل نتشيكيها. فوالا ما فيش بزاف ديال الباك باكات، المهم 50 بالنسبه لي باراشوت انا ما كنتسوقش ليهم حيت ديجا عندي دراغون وداكشي. بالنسبه للوت بوكس هو هذا، عندي دي تروك لي زوينين كيف ما كتشوفوا قدامكم، دراغون اوف كورس زيد عليه هذا، ولكن انا اي بريفير دراغون. بالنسبه للسكاي بوردز هما هادو اللي عندي، تيجي العافيه زوينه القبضه واش داكشي. نمشيو للطوموبيلات، بالنسبه للطوموبيلات انا عندي ثلاثه نورمالمون ديال نيت سكين اللي انا معروف اللي غادي تعرف بيه سوني ان شاء الله، ولكن انا اي بريفير هادي، كاينه حتى هادي ولكن اي بريفير هادي. بالنسبه للموتوسيكلز وداكشي كاينين هادو، ولكن اي بريفير هادي حيتاش فيها دوك المهم نتوما عارفينهم راكم فهمتوني بلا ما نبقى نهضر. انا فري فاير مازال ما كنفهمش فيها، مازال ما عارفاش السميات ديال كلشي وكذا وكذا، الوغ كنتوما الا شفتوني ما عارفاش شي حاجه طاقيو لي اللقطه بالضبط وكتبوا لي زعما عطوني السميات وديروا لي التعريف لشي حاجه اللي انا ما عارفاهاش. بالنسبه للبروفيل كاينين هاد لي تروك، كاينين هادو اللي صراحه ما عرفتش شنو هي الحاجه سبيسيال فيهم ولا شنو هي الحاجه اللي ما عندش بزاف ديال الناس ما معروفاش بلا بلا بلا، تخليو لي داكشي في لي كومونتير عاوتاني. بالنسبه للبانرز حتى هما نفس الحاجه، الا بانت لكم شي حاجه اللي فريمون سبيسيال وكذا 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 قولوها ليا. دابا غادي ندوزو البيست بارت اللي هما الاسلحه. بالنسبه للاسلحه اخوتي غادي ندخلو للجاليري نيشان، فوالا عندي 11 سلاح ايفو، واحد ماكس والاخرين ان شاء الله غادي نحاول نماكسيهم في البيريود الجايه. والشي الاخر كيف ما كتشوفوه قدامكم، هانتوما فوالا كاين هاد الام 4، كاين الاكا، كاين غروزا، كاين الاكس ام ويت اللي قلت لكم اولريدي ماكس، كاين هاد اليو ام بي، كاين هاد الام بي 5، كاين هاد الام بي 40 هو اللي كنلعب به بزاف وخاصني نورمالمون ابغريديه ليفل ماكس سون، وعندي تومسون اصلا ما كنلعبش به، كاينه هاد العجبه هادي ما عرفتش شنو هي ما كنلعبش بها، معشوقه الجماهير البلبل هاد السكين غادي نحاول ان شاء الله نماكسيه. كاين عندي وود بيكر، وكاين هاد الكاتانا هادي كيف ما كتشوفوا قدامكم. احسن حاجه هي هاد الاوب حيتاش انا اصلا كنلعب بالاوائم، راكم عارفينها عليا، هي هذيك راه في راسي الوغ كو انا هاد السكين حمقني اصلا. والشي الاخر كيف ما كتشوفوها هو قدامكم، المهم الكونتراه مسكن ماشي زعما خاوي خاوي خاوي، كونت محترم فيه سكينات داكشي ناضي. احسن حاجه كتعجبني بعدا هي هاد القبضه هادي، هاد اللون ما فاهم عندي غير وحده ولكن المهم هذه كتعجبني سبيسيال اي لاف ات. بالنسبه للبروفيل هذا هو البروفيل ديالي اخوتي، غادي نخليه قدامكم باش تشوفوا حتى الاي دي ديالي، فوالا هذا هو البروفيل ديالي. اوكي اوكي دابا غادي ندوزو لواحد البارت وحده اخرى اللي هي الكلان، هذه هي الرابطه ديالي اللي هي توكسيك تي اكس تاغ نيم ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا كلشي مبدل السميه، باقي جوبونس غير شي ربعه ديال الناس هما اللي ما مبدلينهاش. بالنسبه للناس اللي كيسولوني كيفاش نقدروا ندخلوا للرابطه ديالك، بغينا ندخلوا للكلون ديالك، بغينا ندخلوا للكلون ديالك، الوغ كو غادي نخلي لكم اللينك ديال الديسكورد ان شاء الله في الصندوق الوصف. غادي تدخلوا للديسكورد غادي تلقاو واحد الروم الفوق كاع في التشانل الاولين على اليسار سميتها تيكي، غادي تدخل غادي دير كريت التيكيت. اوكي ابخي غادي يجي ادمين غادي يعطيك واحد الفورمولا غادي تعمرها
ديك الساعات هو غادي يقول لك واش غادي تدوز للتست ولا ما غاديش تدوز. علاش؟ حيت عندنا واحد الشروط معينه، لاج ما يكونش اقل من 18 عام، بالنسبه لليفل ديال الحساب خاصو يكون 50 الفوق، بالنسبه للتايتلز راه داكشي كلشو كله غادي تلقاوه مكتوب في الفورمول. مهم، مرحبا باي واحد. بالنسبه للسيرفر ديسكورد راه كوميونيتي فور ايفريون، ماشي غير الناس ديال الكلون، بغينا نكبروا الكوميونيتي ما امكن، يعني ما تبخلوش علينا ودخلوا عندنا للسيرفر ومرحبا بكم، ديروا سكوادات ديالكم، جلسوا تما خذوا راحتكم، راه مفتوح للجميع. الى وصلتوا حتى لهنايا الدراري الدريات، شكرا بزاف انكم تفرجوا في الفيديو وصلتوا لهاد اللقطه هذه. بغيت نقول لكم ثانك يو سو ماتش، ما تنساوش ديروا سبسكرايب ابينو باش نوصلوا 100000 اقرب وقت، خلي لايك خلي كومونتير ونشوفكم في الفيديو الجاي. وقبل ما نسالي الفيديو كنتحدى اي واحد يكون عنده نفس السكين اللي عندي يطاقني في انستغرام، غادي نخلي لكم هنايا. تهلاو ليا فراسكم ونشوفكم في النكست فيديو ان شاء الله باذن الله. باي باي.